هذا هو الشوط السابع تجرى له الاستعدادات. ويسرني أيضا أن أعود بالكلمة للزميل سالم بن سعيد بالحضيرم. شكرا للزميل سعد بن متلع العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة الريان. وها هي انطلاقة الشوط السابع، والشوط السابع مخصص للقاية البكار وجائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية رافقكم مسافة الخمسة كيلومتر والتغييرات في المراكز المتقدمة وبالأخص في الخمس الأوائل. نسير بكم مباشرة مع المقدمة. نشوف الآن اللي في المركز الأول غنايم في مقدمة هذا الشوط لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني بقيادة المضمر سالم بن عامر المدهوشي. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني السيلية في هذه اللحظات لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. ننتقل إلى الداودية في المركز الثالث لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سالم بن فوران المري. نشوف وناخذ اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات، بلشة في المركز الرابع لهجن الرياسة الذي تعود ملكية هجن الرياسة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة المضمر مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. وفي المركز الخامس النصيبة بدأت تنصب نفسها في المراكز المتقدمة في هذه اللحظات، نصيبة لهجن الرياسة بقيادة المضمر الفيلسوف صاحب الأمتار الأخيرة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. مساء الخير يا أبو مايد، مساء الورد في هذا المساء. هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة، إلى مقدمة هذا الشوط. النصيبة بدأت تنصب نفسها الآن في مقدمة هذا الشوط. ها هي النصيبة لهجن الرياسة بقيادة المضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيلي المركز الثاني. نشوف وناخذ اللي في المركز الثاني، السيلية في المركز الثاني لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. الداودية في المركز الثالث لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سالم بن فوران المري. ننتقل إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع بلشة لهجن الرياسة بقيادة المضمر مبارك بن احمد بن مايد الخيالي. نشوف اللي في المركز الخامس، الشاهينيه لهجن الرياسه الذي خطفت الشلفه. هذا الاسم بنفس شعار وبنفس المضمر، مضمر المستحيل الذي لا يعرف مستحيل، شلف المحليات بقياده المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري مع الشاهينيه في المركز الخامس. هذه النتيجه. نرجع إلى المقدمة، إلى السيلية، والسيلية في مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات بدأت تتسلل، والنصيبة لا زالت منصبة نفسها حتى هذه اللحظات. المعركة شديدة، المعركة طاحنة، لكن السيلية بدأت تسيل وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط لهجن الشيحانية بقيادة عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. النصيبة في المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر الفيلسوف وصاحب الأمتار الأخيرة وصاحب الخبرة أحمد بن مطر بن مايد الخيل. الداودية في المركز الثالث لهجن الشيحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري. وصلت الشاحنية، انتقلت من المركز الرابع إلى المركز الثالث لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. نار على علم يحمل أشارة ممتاز في هذا المجال وفي هذا التضمير وفي هذا الأداء في كل مكان وفي كل زمان. ننتقل إلى المركز الخامس، وفي المركز الخامس أيضا أرى شعار هجن الرياسة
بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. هجن العاصفة بدأت تقترب، بدأت تغير، تنتقل إلى المركز الخامس في هذه اللحظات. شعار انتباه الذي انتبهت مع الشلفة الذهبية في هذا المساء، وشعار شايم أيضا الذي ذهب بالخنجر مع انتباه وشايم يذهبون بالذهب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ها هي النتيجة، ها هي النتيجة. وأرى الآن مريفة، مريفة على مقدمة هذا الشوط، مريفة الشكل، مريفة الطول، مريفة العرض على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة الذي تعود ملكية هجن العاصفة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ها هي مريفة من أحد أيضا أسطورة هجن العاصفة متواجدة على أرضية ميدان الشحاني وإمبراطورية هجن العاصفة، لكن الهجوم مكثف على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا بلشة، بلشة شعار الخطر لون الحمر على مقدمة هذا الشوط، مر وعبر إلى المقدمة شعار هجن الرياسة بقيادة المضمر المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. يا سلام يا بلشة، بلشة بلشت الجميع، بلشت المراكز المتقدمة تغير وتنتزع المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. لكن السيلية قادمة، السيلية لهجن الشحانية بقيادة المغمر سلطان بن محمد الوهيبي. يا سلام يا بلشة، بلشة بدأت تغادر بالنقطة الرابعة في هذا المساء لهجن الرياسة. تهانينا تهانينا للمغام السامي سيدي سمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. تهانينا أيضا مصحوبة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان وإلى المشرف معالي سلطان بن حمدان بن محمد النهيان على فوز هجن الرياسة في هذا المساء. يا سلام، آه يا بلشة، بلشة بعدما بلشت الجميع تنتزع المركز الأول، تنتزع السيارة، تنتزع الفوز، تنتزع السلامات. سلام سلام عليكم يا أهل دولة إمارات، وأسعد الله مساكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان الشحانية. تهانينا لهجن الرياسة، المركز الثاني مريفة لهجن العاصفة، المركز الثالث السيلية لهجن الشيحانية، المركز الرابع لهجن العاصفة، وفي المركز الخامس الداودية لهجن الشيحانية. هذه النتيجة والتوقيت من مخرجنا المبدع دائما مع سباقات الهجن هنا في دولة قطر في ميدان الشحانية. نشوف الآن التوقيت الزمني، ساعة وصول بلجة بعدما بلشت الجميع وانتزعت المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل استحقاق. 7 دقائق 26 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي والذي وصلت في المركز الثاني مريفة 7 دقائق 29 38 جزء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي السيلية في المركز الثالث 7 دقائق 31 جزئين من الثانية. تهانينا للعملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي، تهانينا للجميع.